جزء كبير من المواطنين هنا باتوا ينتظرون المساعدات الغذائية والدوائية من المنظمات الإنسانية والجمعيات الخيرية علهم يوفرون جزءا بسيطا من تكاليف رمضان المبارك. في جولتنا الاستطلاعية هذه نرصد لكم معاناة الناس هنا في مخيم الوعرة الواقع شرق الخوخة بمحافظة الحديدة. تعبوا هنا هنا تعبوا تعبنا هنا ولا في يبلك حد ولا متحد ولا تعبوا هنا بلادنا راحة هنا تعبني. كيف رمضان معك؟ ولا ماشيها لا كذا ولا كذا الحمد لله على العافية وخلاص داخل مخيم ذا تعبوا تعبني لا في شيء ولا ما أكل ولا حد يبلك شيء ولا أمي شيء هناك راحة بلادي كنت اندباني بلادي وراحتي هناك وبيتي وهنا لا هنا تعبوا لا مايو ولا هبلك حد شيء ولا أمي شيء تعبوا. كنت في بلادي يعني معزز مكرم واستقبل رمضان وقضي وطلب الله بعدي يشتي وامشي ومرتاح كل الراحات هنا ما في غير الخيمة هنا ما في ولا أي حاجة تعبوا تعب زيادة عن القدر معنا منادي بأسره كذا وكذا وكتبوا النعنى وما تنزلش أسامينا ولا نحصل أي حاجة لا هو والضباح الناس كلها صارخ المخيم ذا كله يوم ما حلينا هنا كتبوا حنا 120 تكتيبة ولا يوقع منها شيء يقول لك اسمك ما نزلش خالص. إذن بهذه الطريقة وبهذا المنظر المحزن نكمل جولتنا الاستطلاعية من داخل مخيم الوعرة بمديرية الخوخة محافظة الحديدة.